هي المداخلات على اللي ديتاي، فهمت، على جزئيات بما فيهم الشوا نتاع لونترونور، ولا تال جوار كان يلعب وتال اوتر جوار ما كانوش يلعب، التحضيرات كيفاش تعملك، فهمت. وفما حوايج زاد غريبه صارت، هو لونترونور جوان اللي مشى لالمانيا، ولونترونور ناسيونال اللي مشى للجزيره، فهمت، باش يعاني التحاليل نتاعو. دونك انا ابسونس دو كونسونتراسيون مانيفيست على الفريق القومي التونسي. نسينا اصل الداء واهم اسباب الفشل، وهي كانت منتظره في غياب مشروع واضح. المشروع هذا يهتم بالرفونت دو فوتبول المانتا تونيزيان، تونون كونت دو نو مويان هيومان تكنيك فينونسي ودا انفراستركتور، كما كان يحكي انيس، معناتها حكايه الملاعب، فهمت، لازمنا ناخذ بعين الاعتبار الامكانيات هذه الكل. وهنا اتساءل على اي مقاييس اختير هذا المكتب الجامعي، وهنا رؤساء الانديه يتحملون لوحدهم هذه المسؤوليه. وفي في نظري الفشل القائم لاننا نختار الاسامي وليس البرامج. اول سؤال يطرح بعد التشخيص، تشخيص الكونستا ولا ديغنوستيك نتاع لي تاديو دو نوتر فوتبول، هي الى اين ذاهبه كرتنا التي خسرت ليدونتيتي نتاعها. نستقبل على انيس بوجربال بحذاك بار اكزومبل، اللي هو كان كومباتون في وسط التيران، فهمت، النوعيه نتاع الملاعبيه نقصت في الكره التونسيه. دونك ماذا فعلنا للنهوض بالكره؟ ما هو تصور الجامعه في كل هذا من البحث عن الهويه الصحيحه؟ هل نحن محترفون ام هواة؟ فهذه الجامعه فاشله حتى في تنظيم وبرمجه المقابلات، او حتى في اخذ القرارات التنظيميه، او حتى في مراقبه الفرق من الناحيه الماليه التنظيميه والفنيه. خاطر يلزم انا تواصل ما بين الجامعه وما بين الفرق، خاطر الملاعبيه منين يجيهم الفرق. ولماذا نتخبط في الفشل ونعالج الفشل بالفشل؟ ومن يحاسب من؟ ولماذا الدول ضعيفة في السابق وليس لها إمكانياتنا تطورت كرتها؟ وحسب رأيي لزابي سيدو لا ريوسيت تكزيست، أبجيات النجاح موجودة. إش ناقصنا؟ ناقصنا عباد موتيفي وعباد أمبيسيو، وناقصنا دي استراتيج منظرين اللي هما باش يطرحوا استراتيجي تاع الفوتبول التونيزيان. Cette stratégie doit s'inspirer des références et des modèles qui réussissent. À fond, فلسفات رياضيه ومدارس رياضيه في العالم ناجحه، يلزمنا احنا نقتبسوا منها الحاجه الباهيه والحاجه اللي تتماشى مع الامكانيات نتاعنا، كسوا الفنيه ولا الماديه ولا غيره. دونك نشوفوا احنا في الفوتبول الفرنسي، معناتها الميتامورفوز نتاعو، الفوتبول الفرنسي كان في وسطو ان بريزيدون دو فيدراسيون اسمه جورج بولوني مثلا. جورج بولوني هذا في وقت من الاوقات زادوا معاه ستيفان كوفاكس، ستيفان كوفاكس اللي هو عمل النهضه بتاع اجاكس امستردام. دونك انا ما فيها باس كان نستشيروا فنيين اجانب عندهم صيت معناتها في ميدان كره القدم، تفهم فيها. وهنا فما حاجه اخرى، معناتها يلزمنا نفهموا ونتمعنوا في المدارس الناجحه من بينهم من سونتر دو فورماسيون. يلزمنا نفهموا اللي في اوروبا ولا في البلدان الناجحه عندهم دي زانديكاتور سبيسيفيك بور شاك ترونش داج، فما دي زونترينمون سبيسيفيك بور شاك ترونش داج، فما زاد لاليمونتاسيون كي دوا تتسال، فما لا كوريلاسيون معناتها التناسق ما بين الدراسه وما بين معناتها ممارسه الرياضه. دونك الفشل حسب رايي يعني هو فشل الجامعه، جامعه اللي ما عندها حتى برنامج للنهوض بالكره الرياضيه، بالكره معناتها التونسيه. هاك تشوف الجمعيات يتخبطوا في ازمات ماليه، هاك تشوف معناتها ليتا دي ليو نتاع لي تيران، فهمت كيفاش. دونك الجامعه هذه ما عندها حتى تصور، وماهوش ماتش ربحناه مع الكاب فير ولا ماتش خسرناه هو لا باش ينهض بالكره التونسيه نتاعنا. باش نسالك سي حافظ، دراسه شامله. نعم باش نسالك سي حافظ، بما انه قلت معناتها انه توا فما شكون صنف قال انه هذا فشل، وفما اللي شم في ريحه مؤامره، نجم نقولوا سياسيه، كان نجم نقولوا يمكن كلمه كبيره سياسيه، لكن مؤامره على انه مسار الجامعه ولا غيره معناتها المنتخب يكون ماهوش موجود في تصفيات. ناش تقول هكا ولا ليه؟ بما انه طبعا نستندوا على تجربتك كرئيس جامعه سابق. والله ايش نقول لك؟ ما نحكيش يعني، ما سمعت كلمه مؤامره كان صحيح.
كان صحيح ما تلك مؤامره ما تحاولش كده، التدخل السياسي والرياضي توا قالوا فما برشا تدخل سياسي في الرياضه اللي خليتها ما عادش نلعبوا على المريول. اسمع نحكي لك على التدخل بين السياسه وبين الرياضه. شوف احنا الفشل راهو ما شفناش سنه، راهو عندنا سنين واحنا نقاسيه ونعانيه في الفشل. والفشل كما قلت لك خاطر نختاروا الاسامي وما نختاروش معناتها البرمجه، ما نختاروش الناس اللي عندهم برامج والناس اللي يفيدوا كما تو انيس وعندك زياد بحلاك هكا زياد كان اللي مش غلط فهمت، والمتداخلين الكل اللي دخلوا دونك فما اقسام تاع الفنيين ومتاع الملاعبيه اللي نشطوا واللي نجموا كل واحد راهو عنده انتار دو فيريتي، كل واحد ينجم يعاون راهو حتى انسان في الشارع وتفرج ينجم يعاون، كل واحد عنده سانتار دو فيريتي اللي ينجم يعاون. كيما قلت لك الامثله نتاع النجاح موجوده في الخارج، ما علينا احنا نشوفوا الخارج كيفاش قاعد يخدم كومون يسوغانيز الاورغانيزاسيون نتاعو الفيدراسيون اليوم اس كي لي اورغانيزي عندها اورغانيزيغرام بكريتير اسمه انيس قالك معناتها الطبيب باش في الكوميسيون ميديكال المحامي في الكوميسيون جريدي فهمت كيفاش. ما يعنيش لي بريزون فيدراسيون لازم يكون لاعب لازم يكون اونترونور فهمت كيفاش، ينجم يكون طبيب وينجم يكون لكن طبيب ومثقف في الرياضه في الكره وعنده ما يقول وشابع كوره ويعرف البلدان المتقدمه كيفاش سون ديفلوبي وسور كيل ستركتور معناتها يروبوز الديفلوبمون نتاعهم واحنا ماشيين. شوف علاقه السياسه بالرياضه ما فماش بلاد في العالم ما فماش علاقه نتاع السياسه بالرياضه. اليوم عندك فريق قومي كيفاش تحب فريق قومي شكون يمثل؟ يمثل الدرب ويمثل تونس. كان السياسي اللي شدد البوفوار اليوم في تونس الفريق القومي نتاعو يفشل هو بيدو يتسمى فاشل. دونك البوفوار اون بلاس معناتها والسياسه الموجوده اللي تسير في البلاد من مصلحتها باش الفريق القومي معناتها ينجح، والوزير نتاع شباب الرياضه من مصلحته باش الفريق القومي ينجح ومن مصلحته باش يبدي الاراء نتاعو في شوا نتاع تال تكنيسيان ولا تال اوتر تكنيسيان. وانا هنا نستغرب زاد حملوا المسؤوليه لسامي طرابلسي، والعباد مشات سامي طرابلسي اعقل ما ثم في تونس وانظف ما ثم في تونس، والعباد مشات له للمطار، والله في بقعه مشاو لسامي طرابلسي، كانوا مشاو للفيدراسيون والبيرو فيدراسيون، شو دخلوا سامي طرابلسي؟ سامي طرابلسي في ستاج اللي عملوه في قطر، قال لهم نعملوا نافات في ابو ظبي، نعملوا ماتش اميكال في ابو ظبي، وبعد نرجعوا قطر، واحنا في سومان بديبلاسمون معناتها اون افريكا، معناتها هنا فما تخدوير في البريباراسيون. سامي طرابلسي شو ما دخلوا في العركه نتاع الطبيب نتاع الفريق القومي في قطر في الاستاد نتاع قطر. معناتها سامي طرابلسي وقت اللي هز الشهر والله الرياضة احسن اونترونور. وقت اللي خسر ديرنيير ما ولا يتحمل هو المسؤوليه، معناتها سامي طرابلسي المسؤوليه ما تحملهاش اونترونور وما يتحملهاش بلاعبيه. راه فما اطار كامل يلزم يتمدد. فما نظريه لازم تتحط اون بلاس، فما برنامج قصير ولا طويل ولا متوسط المدى يلزم يتحط اون بلاس، يلزم فما انستركتور سيونتيفيك تتحط اون بلاس. كي تيان كونت معناتها كيما قلت لك دي موان هيومان، دي موان فينونسي، دي موان تكنيك، دو لانفراستركتور، ويلزم فما تواصل ما بين الفريق القومي وما بين الفرق معناتها اللي تنشط في الدرجة الأولى ولا الدرجة الثانية ولا الدرجة الثالثة، فهمت كيفاش؟ ما دام التواصل هذا غايب، وما دام البرمجة غايبة، وما دام الاستراتيجي والأوبجيكتيف والبروجي غايب، ما دام ما عندناش فيلوزوفي، ما عندناش ايدونتيتي، ما نجموش نوصلوا. راهو كان وصلنا قبل، وصلنا لخاطر كان فما ملاعبية تلعب على المريول وتحب المريول نتاعها، وكان عندنا ملاعبية زاد دي بروتيج، كانوا ملاعبية تري تري دوي، فهمت؟ في العشر سنين اللي فاتت، في العشرين سنة اللي فاتوا، فهمت؟ فما ملاعبية كانوا من الطراز. وينو الصوايح وينو مختار ذويب وينو في الليتوال معناتها ملاعبيه نتاع الليتوال في التاريخ هذاك فهمت دونك ملاعبيه الترجي في بافريكان قبل نمشيو نتفرجوا على ملاعبيه حتى ملاعبيه نتاع السي اس اس نمشيو نتفرجوا عليهم وملاعبيه نتاع الاسبيرونس نمشيو نتفرجوا عليهم خاطر نحبوا كل الملاعبيه هذيك فهمت ما نمشيوش نتفرجوا على الترجي مي نمشيو نتفرجوا على كل ملاعبيه عبد المجيد بن مراد ولا كميم ولا عبد الجبار مشوش ولا غيره فهمت ولا اسكندر الصويح ولا قراجة قبل عبد الطرابلسي فهمت ملاعبيه كانت هي اللي تجيب في الجمهور وملاعبيه كانت تلعب فهمت والملاعبيه هذوكم راهم في الليتوال جاد رونوفاك وشتالي وفي سفاخس كريستيتش وغيره 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 ولكن الملاعبيه هذوكم حتى بلاش ممرن كانوا معناتها الاداء نتاعهم كان هذاك هو فهمت خاطر فما يفو با اوبلي لو كوتي معناتها نتاع الدوم نتاع الملاعبيه نتاع قبل كانوا موهوبين. شكرا لك سي حافظ حميد رئيس النجم الرياضي الساحلي سابقا كنت معنا على قناة القلم.
سي حافظ قال زاد اطار فني كامل لازم يتبدل، معناتها ما فيهاش هذا، لازم برمجه كامله تتبدل كيف كيف. فما حكي على الملاعب اللي الملاعبيه تعاني منها، حفر وغيره، برشا برشا حاجات. الجامعه هذه الكل معناها يظلي مش فايقه به معناها. لا ممكن فايقه به، ممكن كما قلنا انا تو ماهوش لاهين، لانه بطبيعه الحال يخموا في الحمله الانتخابيه نتاع المره الجايه قبل ما من تو. يعني شوف انت كما قلت لك، كي يدخل في اجتماع باش يبدا تبدا البطوله ولا ما تبداش، ويقول لا مش نقرر مع بعضنا. كيفاش نقرر مع بعضنا؟ انت ورؤساء النوادي، يعني الجامعه المفروض هي تسيطر على النوادي الكل، مش صحاب انت والنوادي، انت اللي ثم قانون تنظم المسابقه تعمل بروجي. كلمه قال السلطه العليا نجم نقول، قال كلمه معناها يحكي على البروجي سي حافظ، يعني تري امبورتون، يعني البروجي نتاعك وين تحب توصل. اسكو مش مثلا بالنسبه للديريكسيون تكنيك يلزم اون فيزي كاتيجوري شنو هي اللي عندنا المتميزه، مثلا الكادي تو اللي قال من 17 سنه ممتازين باش يلعبوا كاس عالم، ممكن هذوكم اللي باش يكونوا هما مستقبل المنتخب من تو نبداو نحضروا. معناها فما يعني فما عمل لازم يتخدم، معناها والعمل هذا مهم جدا، مهم جدا اكثر من انك تلوج على تتبرر. مشكلة انه كل مره تقعد تبرر في الاخفاق، لا انا خاطيني وانا فاش غلط. معناش ماهيش انا مشكله انه شكون غلط ومش غلط. اليوم كره تونس بصراحه يعني في الحضيض ما فهم شيء، لا ثم لا انفراستركتور لا ثم ملاعب، لا نعرف الملاعب الباهي من الخايب، لا عاد نشوفوا النيفو حتى كيما يقولوا سبيكتاكل، ما عادش تفرج في كوره. يعني تبدا ساعات مباراه على مباراه تلقاه وفرق معناها قراب من الصداره ثلاثه باسات ما تشوفهمش. انت كيفاش اليوم تحب دروات تيلي ملياردوات اذا كان انت تبيع في برودوي كيما هذا؟ يعني لازم يخموا، لازم يلقاو الحلول. حتى كان الوزاره اليوم ما توفرش مثلا بيجي لصيانه الملاعب، انت لازمك تخلق، لازمك تخلق، لازمك تتصرف، لازمك كيما قال سيرتو البروجي عجبتني برشا. يعني لازم يظهر لنا الاربع سنين اللي انتخبوه النوادي اش باش يعمل فيهم، وهذا ما شفناهش، ما شفت شيء. انا ما شفته الا كل مره يفسر الفشل، لا خطيه ديما فما، لا والله احنا وفرنا ديما. يعني بعد سامي طرابلسي بعد كاس افريقيا نتحمل مسؤوليتنا، اما راه وفرنا له كل شيء. شنو اللي وفرت؟ يا اخي تخيل انه الجامعه الدور نتاعها ان تعمل تربص للمنتخب وان تتعاقد مع مستشار وانه تاخذ طياره، مش دورك الجامعه هذه، امور اداريه هذه بيجي يجيك من الوزاره نعرفوه، يعني متعودين به، مش حاجه. الدور نتاعك انك كيفاش تاثر، انك ثم ديسكور لازمك توصله للملاعبيه، لازمك تحسسهم. مش كل مره ماشي تطلب كان في البريمات، مش حكايه بريمات كوره، قبل كانوا عندنا ملاعبيه وكانوا يلعبوا على وياخذوا فلوس ويلعبوا على المريول. يعني مش درابو تونس هذا، مش معناه ماهوش نادي، يعني هذا تونس وبلاد كامله وراك. دونك يلزم هو يلزم يخرج من الديسكور نتاع كل مره تفسير، ويلزم ينتج يظهر لنا اش قاعد يعمل العمل الفعلي. سي طارق ذياب وزير الرياضه يهدد انه يقيل الجامعه، وهذا ما يتعارض مع قوانين الفيفا، ينجم ياثر هذا على وضعيه تونس في الخارج ولا لا؟ هو صحيح، خاطر كي تدخل للسياسه وتفرض على الجامعه باش تقيل، اما الاغرب من هذا ان الجامعه من المفروض ما تستناش السيد طارق ذياب باش يقيل، انا من المفروض انها تخرج وحدها وتستقيل وحدها. وفما كلمه انا قاعد نسمع فيها تداول الان، راهو الملاعبيه باش نوضحوا، الملاعبيه تقبل تلعب على المريول، وملاعبيه تو راهي قاعده تلعب على المريول، خاطرني انا ملاعبي ونحسش معناها راهم فماش ما نزيدوش على بعضنا، الكلهم يلعبوا على المريول. اما فما حاجه تختلف هي الامكانيات، هيك كانت فما امكانيات، فما ملاعبيه دو كاليتي عندهم، توا نقصت الملاعبيه هنا برك. حبيت نوضح يعني راهم الكلهم يلعبوا على المريول، فهمتها؟ مع العلم انه توا قاعدين نشوفوا حتى في وسائل الاعلام وفي الصحف انه تشهير ببعض الرياضيين، هاو رياضيين شنو يعملوا خارج اوقات التدريب هاو وكذا، معناتها حتى هذا يظل من شانه انه لا صحيح يطيح من معنويات الملاعبي وحتى من الجمهور يتبع في 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 ملاعبي. صحيح هذا صحيح، الانضباط ما يكونش داخل الملعب، لازم يكون في الملعب وخارج الملعب. وتشوف باش نكونوا واضحين توا، بالنسبه لي انا ملاعبيه تلعب في الخليج، وشفنا مردود يوسف المساكني وعصام جمع، من المفروض واحد ياخذ قرار يحب يلعب في الخليج ما عادش يجي للمنتخب. انت مش تلعب تحب تترشح لكاس العالم وتحب تلعب في كاس العالم، مش تلعب ملاعبيه يلعبوا في الخليج، في لاعب يلعب في قطر،
شنو اللي ضاف اللي مش يعطيها لك وشنو صحيح كما يوسف المساكني ملاعبي عنده امكانيات لكن المردود نتاعو قاعد يتراجع عليه يتراجع على خاطر بكل احتراماتي للبطولات هذا يعني يعني مستوى طايح شويه فهمت زبير بطوله يعني الدوري القطري اقوى من بطوله تونس لا مش القطري يمكن نكون البطوله السعوديه ايه اقوى منا احنا صحيح احنا قاعدت في فكرنا اللي احنا بطولتنا وقعدنا نعيشوا على الاطلال اللي احنا نعرفوا نلعبوا واللي المنتخب التونسي قعدنا ديما نستغربوا عليه خسرنا ضد الراس الاخضر الراس الاخضر وغينيا تو هو هنا يتسالوا ضد شكون احنا مش نلعبوا المقابله الجايه اللي هي براش ناكد لك انا الفرق اللي ضدنا ماذا بيها تلعب ضد تونس يعني بالنسبه لي هم اضعف منتخب هو منتخب تونس كي تشوف انت المنتخب بالحق يعني تشوف الكوت ديفوار ولا تشوف الجزائر ولا تشوف اضعف منتخب في الخمسه فرق هو تونس كل واحد ولا شفت كيفاش تقلبت الموازين يعني بين كنا احنا ولا المنتخب انا ناكد لك في بلاتواتهم توا في بلدان اخرى كل واحد يتمنى يلعب ضد تونس باش يترشح امكانياتنا هيك حد امكانيات نزيد نضيف على كلامك سيدي السيد مدرب المنتخب المصري قال لي اهلا بالمعارك ونحن تونس ما تخوفناش والله على بين قوسين الفريق الوحيد اللي نجموا نترشحوا عليه في رأي الخاص هو مصر مصر فمنتخب المصر عليه في كل مرة كرويا خير منه فنيا خير منه لكن احنا انتصروا عليه احنا التفسير متاعي نجم نقول لك يمكن في المقابلات اللي فاتوا ديما احنا انتصروا على مصر يعني عنا كيكة حتى اسلوب اللعب متاعنا ما هوش نفس الاسلوب المنتخب المصري ولا الفرق المصريه تو تفرج يعني يلعبوا كره سهله كيف احنا نحبوا احنا المنتخب التونسي معروف يسكر التالي يسكر اللعب ونلعبوا على الهجومات المعاكسه وهيك عليهم الفرق بالحق مصر اقرب فريق اللي هو نجم نفوزوا عليه بالرغم هو اقوى منا حاجه برك سامحني يعني كلام زبير اعتبره ايجابي لمنتخب تونس لو كان كيما قال زبير يعني انه المنتخب الكل يتمنى يلعب ضد تونس ويعتبروا ان تونس ضعيفه بالعكس هذه موتيفاسيون لنا احنا لانه احنا كي نبداو ما احناش فافوري وقتا نولي بصراحه ملاعبي يعطيو اكثر بالنسبه لي ويعطيو اكثر ونجم نحكي على المستويات لا نقصد على الموتيفاسيون حبيت ان نفسر لك يعني الواقع نتاعنا توا صحيح على الورق المنتخب التونسي اي واحد يخاف وما يحبش يلعب اما على الواقع واللي نشوفوا فيه وعلى المردود هما ماذا بهم زبير بالنسبه لي بالماتش المباراه الاخيره نتاع الكافير ماهوش ريفيرونس بالنسبه لي ممكن اخيب مباراه لعبتها منتخب تونس ممكن اذا كان الناس واذا المنتخبات باش يركزوا على المباراه هذه مش هذاك تونس مش هذاك المنتخب مش هذاك مستوى الملاعبيه لانه تشوف شويه تغييرات بسيطه تونس اعتقد انه مستوى مش يكون احسن برشا يعني هو لو غير بعض اللاعبين لو بعد شويه على انه يعني مركز على اللاعبين اللي هم استهلكوا لانه ما عادش عندهم مكان في المنتخب المنتخب كان يتبدل لانه بصراحه ثم جينيراسيون صغيره طالعه تستنى في فرصه وتستنى ان تلعب في المنتخب باش تظهر وباش تخرج تلعب برا يعني احنا تو المقابله تو تو يعني بالنسبه للملاعبين نتاعنا والمنتخب خاطر فما خلل كبير تو المنتخب يتيح قدام الراس الاخضر معناتها مقابلات ممكن السنه فينا كانت ترشحنا معناتها بجهدنا نقولوها مقابلات كبيره السنه فيها نهائي كاس عالم اي اكيد انا شوف مروه على مستوانا تو يخول لنا نكونوا حاضرين في نهائيات كاس العالم تنفكوا بقعدنا لا نجموا انا اعتقد مش معنى تفاؤل لما نعتقد ان نجموا علاش نجموا لانه كما قلت لك بعض التغييرات البسيطه يتبدل وجه المنتخب كله اكيد هذا المدرب اللي مش يجي ولا المدرب اللي مش يشد في الشر هذا مدرب لايت هذا يعني شر ويمشي على روحه فهمني ولا يلزم يكون اول حاجه يعرف المجموعه مهم جدا يعرف البطوله التونسيه يعرف المجموعه باش يكمل معاهم معناتها يلزم يكون يعرف ما فهم لانه انت شوف انت باش تاخذ منتخب في الشر مش تلعب زوج مباريات يعني كان تجمع له قداش من حصه تمرينيه ممكن مش يفوتش العشرة حصص تمرين شو يعمل فيه مش يبدل دونك المدرب اخذوه وقيموه سيد نبيل معلول خاطره يعرف المجموعه وكشفت صار لنا نتصور توا في الوقت الحالي وين على الفكره يعني على قلت لك المردود نتاع المنتخب والمجموعه مش على مقابله راس الاخضر يعني من الاول قلت لك من اللي مسكنا بالمعلول والمنتخب في تراجع
يعني ظاهر المنتخب ماهوش قاعد يقدم في مستوى باهي حتى كي نتعادلنا البر يعني بهدف نذكر فخر الدين بن يوسف يعني حظ لهنا. اما لكن كما قلت انت صحيح شويه تغييرات ومع مدرب مدرب بالنسبه لليانا في ظرف قصير ماهوش نتاع برنامج ماهوش نتاع واحد نتاع واحد يوصل لهم ميساج نتاع جرينتا خاطر تو هذه مقابله ماهيش انا مش نعمل برنامج مانيش مش نحط خطه يعني باش هو يتاقلم عليها الملاعبيه ما عندوش وقت يعني يعني يلزم مدرب يكون عنده مساج ويوصل له الجرينتا هنا يلزم كلمه هي تتقال يكونوا رجال نهار الماتش وبطبيعه ان شاء الله نجموا نترشحوا وباش نترشحوا مش نسالك نقول لك شنو بعد ترشح الاداري هذايا وضربه الحظ اللي اخذها المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله كما قلت نكملوا نترشحوا شنو ننتظروا بعد شنو لازم يصير معناها ان شاء الله انيس قال لازم فما حاجات تصير في المنتخب ونرجع لك انيس اكثر تفاصيل لكن نبدا معك انت زبير احنا باش نبداو واضحين تو ان شاء الله كي نترشحوا مش معناها راهو ننساو اللي لازمنا نحاسبوا راهو المكتب الجامعي ولا لازم نرجعوا لهم يكون يعني في كل حالات ان شاء الله المقابله هذه مقابله البراج ان شاء الله نترشحوا على خاطر مش فايده كبيره لتونس وللجامعة والكل خاطر فما فوائد نتاع فلوس مش تدخل الجامعه ومش تنعش الكاسه والجمعيات يعني فما يعني حاجه به للكره التونسيه فهمت يعني نسب بالنسبه لي نحن عليه قلت لك المقابله هذه يعني يلزم قدره ربي نترشحوا لها ومن بعد اننا نعملوا برنامج طويل فهمت يعني تو ما عادش فما وقت طول يمشي مع طول الاشكال تو هما مش تقعد انت تقول زعما نجيب مدرب من واذا عملت مدرب من تو تخمم عليه 2018 ولا مش تعمله على شهر هاو هنا الاشكال انت المدرب على شنو ما تجيب انا بالنسبه لي انا مراش اللي فما مدرب يجي على شهر انا بالنسبه نقول نحط اللي انا ما تعديتش ونشوفوا ونلموا لو خيان عنا برشة تبارك الله عنا برشة كفاءات ويعرفوا ويقيموا مدرب ونعمل له عقد من هنا ل 2018 ايش معناها من هنا ل 2018 بالنسبة لي انا ما تعديتش في قرارة نفسي ما تعديتش يعني وما نخممش على كاس افريقيا نخمم على كاس العالم اللي هي 2018 ونخليه يخدم على الروح وهنا الاختيار يلزم يكون الاختيار وما فيها باس لو خيان الكل تبارك الله عندنا ملاعبيه كيما مناش انا كيما زياد المساني حاتم الطرابلسي انيس بوجلبانسي مختار عندنا محلين سي خالد حسني نسمعوه يعني برا وعندنا برشا عباد يعني من المفروض هذوما يعيطوا لهم يعني من المفروض نعيطوا لهم ونحكيوا معاهم تحب تقول انت طول الفتره هذه فتره انتقاليه كره انتقاليه من المفروض لازم تغير كل شيء تو وصلنا خفاق ما صارش قبل من هنا نرجع بالتويلي حتى البنيه التحتيه بالنسبه للملاعب كل شيء لا هذا اهم حاجه في البنيه التحتيه كان يخموا كان حتى نمشي معاك البعيد كان يجمعوا حتى يوقفوا البطوله موسم ويعملوا لنا بنيه تحتيه ويعملوا لنا ملاعبيه باش من بعد يلعبوا ما تسيرش اهم حاجه الملاعبي هو الملعب اذا ما يلقاش ملعب باش يلعب فيه ما تجمش تقيمه وما تجمش تحكم عليه وما تجمش ما يجمش ملاعب يعطيك راهو المردود وما يجمش يتحسن وما يجمش يتطور وفما اكثر زاده يلزمنا نبداو من اللوطة اذا كل فريق في المنتخبات ما يمشيلكش كل ما اداني ولا اصاغر ولا يلزم هذوما الكل من الاول معناتها من الاول ويلزمك تلقاهم في كاس افريقيا وفي كاس العالم هذوما يلزمها خاطر ما نسمعوش احنا في ظهر لي انيس في قليل يعني كان نتفكر ماهر الكنزاري اللي خرجوا ملاعبيه كيما يوسف المساكني كيما بحضريه كيما يعني تلقى ملاعبيه هنا من اللوطه يلزم يتلاقوا بهم حتى نبداو بالملاعب يعني هو ملف كبير ياسر وتو الوقت باش نقيم ونرجع من الاول وجديد قبل ما نخلط لك انيس قلت لي يلزم برشا حاجات تتبدل الاخطاء وين الاخطاء السياسات الرياضيه تو موجوده هات نشوفوا وين فما اخطاء باش نعرفوا شنو نبدلوا
اخطاء يعني في 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 كورتنا توا في كورتنا وفي المنتخب الوطني التونسي. نحكي بصفه عامه على الكره التونسيه ونجيو نوصلوا للمنتخب التونسي في الترشح ما بعد الترشح شنو لازم يصير؟ اخطاء كبيره شفت انت يعني توا بصراحه يعني لازم نراجعوا لازم مراجعه كامله لكره القدم التونسيه اول حاجه من الجمعيات شنو تشوف انت تسمع ولاو ممكن ظاهر خطيره جدا ولاو جمعيات كبار يتخبطوا في 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 ازمات ماليه كبيره تسمع النجم الساحلي كما حال البلاد معناها وصلنا ساهي يعني دونك يلزمنا نوقفوا ونقولوا باش نكملوا في الاحتراف باش نرجعوا باش نبدلوا باش نجموا اسكو اليوم بالمشاكل نتاع الفلوس هذيك تنجم تطلع من لعبيه اليوم لاهينش بالصغار نتاعنا بالنوادي الكل لانه تعرف انه النوادي هي اللي تزود باللاعبين للمنتخب اليوم نحكيوا على الملاعب اهم مشكله اكبر مشكله في كره تونس اليوم علاش ما نبدلوش ملاعبنا كي الناس كله نعملوا سانكيام جينيراسيون يعني نجيبوا العشب الاصطناعي ونعملوه في ملاعبنا ما فيش صيانه ويدوم حتى بالعشر سنوات يعني فما الحلول فما الحلول بالنسبه هذه للبطوله لان البطوله هي لو يطلع المستوى نتاع البطوله مش يطلعوا الملاعبيه باش يظهروا لنا باش تقعد البطوله هكاك يعني نشوفوا كان الاربع فرق الكبار اللي قاعدين يشاركوا في فريقي واللي قاعدين يشرفوا فينا واللي منهم يخرجوا الملاعبيه الباقي مش قاعدين نشوفوا يعني مش قاعدين نشوفوا بالنسبه للمنتخب انا اعتقد كما قلت لك يعني منتخب الحل تو الحل انك صعيب برشا نجيب مدرب تعمل له عقد اربع سنوات لانه تعرف انه الوزاره هي اللي تعطي البيجي نتاع المدرب مش تجيب اجنبي ما تقدرش عليه ممكن الوزاره ما توافقلكش واذا مش تجيب تونسي بصراحه ما فهم انا ما نشوفش في تونسي يعني كما شفنا كبرنا نبيل معلول وانجازات الدنيا وشفته يعني بصراحه ما نشوف حتى تونسي يقدر يوصل بالمستوى اللي احنا نحن نطمحوا له يعني كيف باش نقعدوا كل مره شاركوا في كاس الاهداف نتاعنا انه نترشحوا كاس افريقيا ونطيحوا من الدور الاول نترشحوا لكاس العالم ان شاء الله ونطيحوا من الدور الاول فيعني وقيت انه نحلموا شويه وقيت انه نحاولوا نتعداو عندنا ملاعبيه قاعده تخرج اذا فما ملف كبير زاد ممكن ما حكيناش عليه انه ثم ملاعبيه وممتازين يخرجوا ويرجعوا في نفس شفتي زهير ذوادي اللي كان كنت انا واحد من الناس نتوسم له مستقبل كبير مش عمل 6 شهور في ايفيون هذا فريق صغير فريق صغير في فرنسا يعني مش بي اس جي ومش مارسي شوف الدراجي موسم ورجع هذوما احسن لاعبين في تونس شوف انت يوسف مساكني اختار يلعب في الدوري القطري هذوما نعتبروا احنا من احسن اللاعبين اللي عندنا دونك عندنا بروبليم لازم تصير انكادرمون للاعبين لازم لاعبين يتعود علاش يرجع معناتها مستوى ما يلقاش رواحهم على معناتها الملاعبيه اللي معاهم لا مستوى لا مش مستوى مش مشكله في العقليه في تونس علاش رجعت الساعه ممكن حبيت ندخل في اللاعب التونسي اليوم يحس بروحه نجم في فريق وما يقبلش انه في نجم في فريق وخاصه في الفرق الكبار ما يقبلش انه يمشي لاوروبا ولا يمشي لافريقيا ولا يمشي يمشي لقطر كلاعب عادي لانه كي تمشي انت لاوروبا ماكش نجم انسى اللي انت نجم يلزمك تعود تظهر نفسك لازم تعود تبني نفسك وما يرضاوش ما يرضالكش يمشي بالنسبه له ترانسفير شويه فلوس والسلام عليكم يرجع المشكله انه العقليه اللاعب التونسي اليوم هذاك ممكن موضوع لونكادرمون لازمنا نتعودوا لونكادريو لاعبين من هما صغار حيت عمره 11 و12 13 ما استناش اللي يطلع سينيور يوقف شعره وتولي فهمتي ولا شفت منتم يعني والممارسات اللي يحكيوا عليهم واقع في كره تونس للاسف انه اكثر من 90% من اللاعبين نتاع تونس انه قاعدين يعملوا معناها في برا من في حوايج ما تتمشاش مع الرياضه هذه مشكلتنا اليوم فما انكادرومون ناقص للملاعبيه ملف كبير كما قلت لك يعني انكادرومون من الصغار يعني كما قلت لك من اصناف الشبان من المينيم باش الملاعب كي يوصل يلقى نفسه محترف بأتم معنى الكلمة مش وقتها يجم يخرج ويجم يداوم يولي هيك الوقت عنده الحق حدا باش خم باش فرق أخرى تشريه وتكون عندها عنده حظوظ أخرى فيه يولي وعندنا ملاعبين يلعبوا في أوروبا مستوى منتخب يطلع أوتوماتيك راهو احنا اليوم نستناو بعد حتى من ترابلسي مارينا حتى لاعب توج في الشامبيونز ليج الإفريقي مارينيش حتى واحد يلعب حتى ما توج لكن لعب على الأقل الشامبيونز ليج الاوروبي مارينيش ملاعبيه علاش ما عندناش شو الفرق بينه وبين زي علاش ما عندناش ملاعبيه تلعب في الريال ولا في برشلونه ولا في مانشستر علاش هذه هنا لازمنا نلقاو الحلول هنا لازمنا نعرفوا علاش احسن ملاعبيه عندنا ما يقدروش يمشيوا لاوروبا وما يلعبوش وفي فرق تلعب اطياح في الدوريات الاوروبيه هذه ممكن من اكبر المشاكل اضافه الى الملاعب اعتقد انه هذا اكبر مشاكل في كره تونس. الانتدابات اللي تعملها زبير للفرق الوطنيه ما نلقاوش ما نسمعوش باسماء كبيره برشا معناتها مستواهم تقريبا نجيبوا ملاعبيه ما نلقاوش ملاعبيه
كوين على الاخر معناتها اللي نجموا نتعلموا منهم ولا نجموا نتكونوا منهم حتى من لعبيتنا الصغار. صحيح، هذه مشكلة كبيرة في تونس. أول حاجة شكون اللي يجيب في الملاعب؟ إذا تلقى أي واحد يجيب لك ملاعب ويدخل مع الرئيس ويتناقش معاه وما عنده حتى علاقة بالرياض، والرئيس يحكي الوسيط معاه الوسيط أي الوسيط الوسيط لا ما عادش فما وسيط، هو الناس الكل ولا تجيب تو ولا يعني بالحق الناس الكل تجيب في الملاعب. والأغرب من هذا الإمكانيات ما فماش، وتسمع بالفلوس قداش يتقاضى انتداب اللاعب، يعني تسمع وجمعيات ما عندهاش باش هي تعيش، تسمع بملاعبية ب 500 وب 600 و 700 اي يعني هذا هو بالنسبه لي هو هو لا واحد راه يجي من برا يخلص يعني عن طريق الفيفا واحد يعني تبدا امور واضحه. هو مسكين كان الملاعب التونسي اي الملاعب التونسي هو المسكين، وهنا فما اشكال زاده من المفروض زاده مع الوضع البلاد ومع كورتنا بالحق يلزم يحدوا زادا يجمع يحدوا منعش الجامعة تجم تحدد يجم أكيد سقف هو صحيح توا كما نقولوا الترجي الرياضي عنده سن مدب ولا النادي الإفريقي عنده سرياحي ربي يزيدهم يعني يجمع فرق الأخرى الكل نادي صفاقسي النجم الساحلي لفريق كبير النادي الكلهم الكل ما عدا زوز الفريقين هذوما الاخرين الكل مشاكل مادية. وكما قلت تسمع في ملاعبيه يجيو ب 500 و 600 و 400 و 300 وتلقى المردود نتاع الملاعبي نتاعك اللي طالع من الاصاغر ومن الوسط امكانياته خير منه. وتكون كونتوا انت ومشرف عليك تعرف انت هو منين جاي الشيء العربيه اللي فيها به. قبيله انيسه حكيت على سامحني وزاد من العباد اللي زادت تعطي الاضافه سيت هو حاتم الترابلسي زاد يجم يكون زاد في الجامعة ولو لازم يكون رئيس هذا وبالحق يعني لعب في اجاكس مانشستر سيتي يعني محترف بمعنى الكلمه يعني فهمت. أنيس قبيلة حكيت على الأرضية بالنسبة للملاعبية قلت لتغال كلهم معناتها تعبين على الأخر شأن الوزارة في التدخل بالنسبة للملاعب هذه الوزارة حتى كي نسمع ما نسمعوش اللي عاود عملت تهيئة أو رصدت ميزانية بالنسبة للإستاد معناتها الملاعب هذه حتى للأندية الصغيرة معناتها الوزارة ما دخلتش حتى باش تحث على تصليحهم يعني. وهذا تقصير هذا تقصير من الوزاره بصراحه يعني نعرف اني انه يعني المنشات الرياضيه المفروض امام بيجيل المنشات ولا الصيانه مش قاعد يوصل ولا مش قاعد يصير هذا مش تابع الجامعه يعني تابع الوزاره هذا نعتبره انا تقصير بون نسمع اللي ثم قاعدين يقترحوا في الحلول لكن على السير تيران ما رينا شيء ومشكله كبيره مشكله علاش مشكله لانه كما قلت اذا اليوم نحبوا الكره تتحسن واذا كان اليوم نحبوا نعرفوا الملاعب الباهي من الملاعب الخايب يلزم على الاقل توفر له ملعب يجم يظهر الملاعب تاع تونس ما عادش تفرق بين الباهي والخايب لانهم ملاعب معناها صعيب ما عدا رادس باقي ما فهم شيء بصراحه يعني هذه ممكن من اكبر المشاكل. وهنا نداء للوزاره ان شاء الله كان حتى عندها برنامج ولا كان حتى بيجي ماذا بينا يسرعوا ويحسنوا لنا الملاعب يعني يبداوا بالطيب هي الولايات الكل. شنو هي ملامح المدرب الملامح المطلوبه الفعليه في المدرب الوطني الجديد؟ معناتها برشا اسماء مقترحه لكن على شكون نجموا نقولوا الفتره هذه نجم يعدي هنا؟ انت بكري قلت نختار شكون ونعملوا عقد حتى 2018 معناتها شو لازم يكون فيه؟ خاصة لازم يسترجع ثقة الجمهور والملاعبية زوز. أنا كما قلت لك فما زوز برامج هما شنو مش تعمل الجامعة وشنو مش يختاروا؟ اسكو مش تختاروا على شهر ولا مش تختاروا يعني مدرب مش يعني يوصل لك ال 2018 كما قلت لك فهمت؟ هنا الإشكال فهمت؟ بالنسبة لي أنا إذا تخمم في مدرب يمكن نجم نعطيك حتى اسم مدرب يعني اللي هو اللي انا راه يعني كيما قلت لك بالنسبه للمقابله هذه نتاع واحد يوصل ميساج نتاع واحد يعطيك الجرينتا يعني ما تلقاش خير من خالد بن يحيى. نتصور انا الوحيد اللي ومن المفروض باش تعرف هنا المفروض كي هما قالوا بين نبيل معلول وخالد بن يحيى من المفروض كان جات عنده حسن نيه لرئيس الجامعه وما عندوش اشكال ظاهر مع السيد الوزير
راهو بعد نبيل معلول فما الثاني هو خالد بن يحيى، لكن هو خالد بن يحيى اللي اقترحه سيد طارق ذيب، هيك عليه حتى في الليسته جديده ما هوش موجود، حتى في فكر الجامع ما هوش موجود. يعني هنا سوء النية متاعه، فهمتها ظاهرة، فهمتها. أنا أقرب واحد في الفترة هذه هو خالد، سي خالد بن يحيى. تشاطر الرأي أنيس؟ ما هو خالد بن يحيى يجب يكون حل من الحلول، لكن أنا بصراحة صفات على فترة قصيرة، على الفترة هذه قصيرة أي. صفات المدرب انه كيما قلت يعرف مجموعه فردا يعرف الرياضه في تونس، يعرف الملاعبين اللي قاعدين. هذه ما نجمش تكون من برا. لا لا مستحيل من برا، اذا كان على شر ما فما حتى مدرب يوافق لك يجي على شر. يعني حتى اخر معلومات يعني ممكن نكلموا كرول مدرب نادي الصفاقس يرفض ما يدربلكش، فماش مدرب يدرب على شر، فماش يعني بعد الشر باك انت تاهل كاس العالم مش تخليه ولا تنحيه. وفما حاجه يعني اسموش حتى شر زاد، حتى كان تعمل عمليه حسابيه ما يفوتش ال 20 حصه، مش عشان ما يجيوش حتى عشان ما يخلطوش. قبل حكيتوا على الكل تقريبا السادة المدخلين انه حتى الجمهور اللي خرجنا اسالناه انه اطار فني كامل يتغير، وحتى الجامعة به اذا كان مش غير وديع الجريء، فما شكون توا جريء انه يتحمل المرحلة هذه؟ فما اكيد فما هو برك ظاهر اللي هو يحب يخرج تشوف. يعني بصراحه يعني فما برشا كيما قالوا سميوهم الرياضيين، فما برشا ناس يتحملوا يجموا شو يكونوا. يعني انا ما عنديش مشكله، وانا مثلا كانيس ما عنديش مشكله لا مع الجامعه ولا مكتب الجامعي، اما انا عندي مشكله مع الفشل، لانه بصراحه تسير صحيح هذم ناس ما استنيناه منتخبين صحيح بارك الله فيهم، لكن شوف انت كيفاش قاعد يسيروا سياسه المحاباه، فلان مستشار فلان درا شنو، نفس الوجوه اللي تسيد تبدلت الكوره، ونفس الوجوه قاعده تحاول انه لا انت تطلع مثلا تكلم فيها في البلاتو، ممكن تو انا تكلمت فيه ممكن غدوه يناديني مستشار ما تعرفش عليه. يعني فما بصيرش تسيرك الكوره احنا النوادي منتخبينك باش على اساس عندك برنامج، والبرنامج كان شفته انا برنامج ممتاز، لكن على التطبيق ما فهم شيء. يعني على التيران مرينا شيء، علاش طول منا علاش معناتها ما يتطبقش؟ نشوفه في برنامج اللي يقول يمكن وصل تونس لنهائيات كاس العالم معناتها بسهوله من بعد ما نلقاو حدا. انا نشوف اكبر غلطه عملها رئيس الجامعه انه دخل في نزاع مع وزير الرياضه. علاش؟ اول حاجه وزير الرياضه ما هو الا وزير، ثاني حاجه وزير الرياضه لاعب كره قدم، يعني ما تجيبش تحكي معاه في الامور الفنيه، ثالث حاجه كنت تجم تكسب ود الوزاره، ممكن حتى فما تسهيلات تصير، يعني ممكن حتى في البيجي بتاع المدرب اوروبي واحد يجم تقنعه ويجم يمشي معك في تدخل في 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 نزاع مع انت الخاسر اكيد، هذا متاكد ممكن هو الخاسر، والاكثر ناس خاسره هي كره القدم. يعني بصراحه شفت كل شيء، يعني واقف بطوله ما تعرفش وقتاش تبدا وقتاش مش توفى، ملاعب الله اعلم كيف هم تسمع كما قال زبير في المليارديرات ما فهمتش انا عن المليارديرات على شنو بصراحه. وقتاش نجم نشوفوا سامحني الناس خاطر سي معاش على برشا، وقتاش نجم نشوفوا الجمهور رجع للملاعب؟ وقت تشوف المشاكل هذه، انا كي نحل البلاتو نتفرج ونسمع المشاكل الموجوده في كره تونس، حتى معناها الحب الكرة القدم يفيق. يعني يلزم بصراحه يلزم اليوم سايق كيف زبير كلمه تقولها للجمهور وللجوارات اللي الساعه قبيله شويه قلت نحسوا نحن كلاعبيه على الجوارات. بطبيعه كملاعبي انا نحس على الملاعبيه، وكما قلت لك يعني الناس كل تلعب على المريول، وانا مراش معنا انه من الجوله الاولى يرجع الجمهور. انا بعد الهزيمه ضد راس الاخضر والجمهور خرج وما صار حتى اشكال، تجب نقول ربحنا نقطه ايجابيه يعني من الناحيه هذه، يعني فما حتى مشكل. يعني البطوله تبدا بالجمهور ما يقلقش راه ما فما حتى مشكل وحاجه باهيه للكره ان شاء الله يرجع الجمهور، ان شاء الله جوارتنا يقلعوها بالجرينتا اللي فيهم انيس بوجلبان. شكرا لك على الحضور زبير سيفي، كيف اهلا وسهلا بكم في قناه تلقى، ان شاء الله تشرفونا مره اخرى. هذه هي رجع صدى بالنسبه اليوم، دمتم اوفياء الى قناه القلم، تقابلوا ان شاء الله نهار الثلاث ونهار السبت في موعد جديد من رجع صدى. الى اللقاء، تصبحون على خير.
حقيقة الانقلاب في تونس ما بعد الثورة بين التأكيد والتفنيد مع رئيس